الجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه التوسط في الأمور والاعتدال الرحيم. والحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد كاشف الغمة مفرح الأمة منير السماوات والأرض، رسالته جاءت رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، وحشتوني جدا جدا، وحلقة جديدة مع ليلى طه وهذا ديننا. حديثنا اليوم عن صفة من صفات الله عز وجل وصف نفسه بها ووصف بها نبيه واختصت بها الأمة المحمدية، لأنه رحيم يحب الرحماء، وذكرت في القرآن الكريم بدلائل وإشارات كثيرة، وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال الله تعالى إنه هو الغفور الرحيم، وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لا يرحم لا يرحم. ولأن صفة الرحمة هي تدل على سمو الروح وكمال الأخلاق، كلما فعلم يا عزيز المشاهد إنه كلما زاد الإيمان زادت الرحمة، وكلما نقص الإيمان نقصت الرحمة. هذا وكله أن الرحمة تكون في الإنس وفي الجن، وأيضا تكون بالحيوان الأعجم والجماد الأصم. لكن هنا نقف جميعا متسائلين، هل الرحمة تشمل المؤمن العاصي التي قد عصى الله عز وجل سواء كان في السر أو في العلانية؟ وما هي صفة الرحمة؟ هذا كله سيحدثنا عنه فضيلة الشيخ محمد سمير البنا، وهو عالم من علماء مشايخ الأزهر الشريف. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخنا؟ مرحبا بالسادة المشاهدين. اتفضل عرفنا صفة الرحمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور الأنفس ومن سيئات الأعمال، فإنه من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا محمد رسول الله، خير من صار البوادي وخطب النوادي، قرن الله ذكره بذكره على لسان كل ذاكر، وشرف برسالته المنابر. مرحبا بك يا أستاذة ليلى. نعم. ومرحبا بالسادة المشاهدين. واليوم عنوان طيب. نعم. الرحمة. نعم. اللهم اجعلنا ممن يرحمهم الله عز وجل. نعم. واجعلنا ممن يفوزون بجوار الحبيب في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونعم بالله. الرحمة العطف. نعم. واللين. والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه يوما وقد جيء له بسبي، فإذا برسول الله ينظر ومعه الصحابة، وإذا بامرأة تبحث عن رضيع لها، كلما نظرت إلى طفل حملته ثم وضعته على الأرض حتى وجدت صبيها، فأخذته فألصقته بطنها وألقمته ثديها، فقال النبي للصحابة متسائلا: أتظنون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي تقدر ألا تطرحه؟ نعم. قالوا: لا يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الله أشد رحمة بعباده من هذه المرأة بولدها. ونعم بالله. لكن احنا والسادة الضيوف كلنا عايزين نعرف ايه الفرق بين رحمة الله كيف تكون ورحمة الإنسان؟ رحمة الله عز وجل أنه لا يعذب من مات ولم يشرك به شيئا. نعم. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يروي سيدنا أنس يقول: جاء رجل كبر سنه، احدودب ظهره، نعم، ابيض شعره، نعم، سقط حاجباه،
أكلته السنون والأيام، يتكئ على عصا يشق الصفوف حتى وقف بين يدي رسول الله، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا ما ترك ذنبا إلا فعله، ولا حاجة ولا داجة إلا اقترفها، لو وزعت، وفي رواية لو قسمت خطاياه على أهل الأرض لوسعتهم. أترى هذا له توبة يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أسلم؟ يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال النبي: غفر الله له. فقال الرجل متعجبا: وغدراتي وفجراتي؟ قال: يغفرها الله لك، يغفرها الله لك. إذن الرحمة من الله مغفرة الذنوب، وعدم تعذيب من عصاه. الحبيب المصطفى عندما قال هذا الكلام لهذا الرجل ولا وهو يقول الله أكبر الله أكبر فرحا بتوبة الله عليه. ونعم بالله. طيب دلوقتي إنسان يجي لنا يا شيخ ويتصل، أو هتلاقي الاتصالات دي جاية بعد شوية، أو أسئلة ممكن تدور في ذهننا، إن أنا ممكن عملت الكبائر، الذنوب الكبائر اللي هي فيها إقامة حدود، هل هذه أيضا تشمل الرحمة؟ الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء. إذن الرحمة لمن ارتكب الذنوب، الرحمة لمن ارتكب الكبائر، لأن الله يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ماعز بن مالك هذا الذي ارتكب جريمة الزنا وجاء يعترف بها بين يدي رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: أبيه جنون؟ قالوا: لا يا رسول الله، ورجل عاقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله شرب خمرا فاستنكهه أحد الصحابة. قال: لم يشرب خمرا يا رسول الله. فقال: يا ماعذ، لعلك لم تقترف هذه الكبيرة. قال: بل فعلت يا رسول الله. فإذا برسول الله يأمر الصحابة فيقام عليه الحد، وكان محصنا أي متزوجا، فرجم حتى الموت. فإذا بخالد بن الوليد يرميه بحجر فأصاب الدم ثيابه فلعن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. إذن الله يتوب على كل عاصي، والله يأمر المؤمنين فيقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. المهم يكون عندنا نية التوبة ونية إن إحنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى، لكن زي ما حضرتك بتقول الرحمة مفتوحة وموجودة في كل وقت. طيب عايزين نعرف أمثلة على بعض الرحمة اللي وجدت في عهد الأنبياء أو مع الأنبياء نفسهم. سبحان الله، نبي الله موسى ذهب لمناجاة ربه، وما إن عاد حتى وجد أن قومه يعبدون العجل من دون الله. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال: ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يا سبحان الله، إذا به يدعو الله برحمته ويتمنى أن يدخل في رحمة الله عز وجل. نبي الله إبراهيم: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. سبحان الله، دخل عليه سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل فجهز لهم الطعام، نعم، ولكنهم لا يأكلون، نعم، ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون. ملائكة. فإذا به يخاف منهم. قالوا لا، جئنا في مهمة أخرى، نعم، جئنا لإهلاك قوم لوط، نعم، لأنهم تعدوا حدود الله، أيوة، ارتكبوا الكبائر، قطعوا السبيل، نعم، أتوا في ناديهم المنكر، نعم. فإذا به عندما بشر بالولد على كبر سنه لم ينسى أن يجادل في أهل المعصية، نعم، أخذ بيد سيدنا جبريل وقال له لا تعجل عليهم. وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني لا تتعجلوا بإهلاكهم، لعلهم يتوبون، لعلهم يستغفرون، لعلهم يرجعون. بل إن الرحمة في حياة النبي عندما يدخل عليه رجل فيعلي صوته على صوت رسول الله فيقول السلام عليك يا محمد، نعم، والله نهى عن ذلك، أيوة، فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، نعم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا تشعرون. عندها قال له النبي لبيك يا أعرابي بنفس الصوت، نعم، حتى لا يرتفع صوت الأعرابي على صوت رسول الله. وهذه كانت رحمة من رسول الله بهذا الأعرابي. ونعم بالله. معنا تليفون محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. اتفضل أستاذ محمد، معك الشيخ. ماشي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا محمد. الله يخليك. ممكن بعد إذنك سؤالين، ممكن بعد إذنك وتفيدني بيهم؟ اتفضل يا حبيبي. أول سؤال، أنا كنت بصل الرحم ما بين الأخت وولاد العم وكده، وكنت بسأل ومفيش حد بيسأل. ماشي، وقطعت مرة واحدة، هل ترى فيه وزر؟ والسؤال الثاني بعد إذنك. اتفضل. فيدك في الرزق جامد، هل ترى من ايه يا شيخ؟ نعم، اي استفسار تاني؟ حاضر يا استاذ محمد، ربنا يبارك لك اجيبك ان شاء الله. شرفت يا فندم. السؤال الاول، السؤال الثاني بيقول في ذكر في الرزق جامد، في ايه اللي ممكن يعمله؟ والله يا استاذ محمد عليك بكثرة الاستغفار. نعم، الله يقول فقلت استغفروا ربكم، نعم، انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، نعم، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. سورة الواقعة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يوصي الصحابة بتقوى الله عز وجل، نعم، لأن التقوى معها الرزق، نعم. والله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، نعم، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عليك بالاستغفار، نعم، عليك بالصلاة على النبي، على عليك بصلاة الفجر في جماعة. نعم، أيوة، صلاة الجماعة تفتح. عجبت لمن لم يصلي الفجر في جماعة كيف يرزق؟ نعم. فدائما وأبدا عندما تصلي وتحافظ على الصلوات اعلم أن الله عز وجل سيأتيك بالخير كله إن شاء الله. في بعض الروايات اللي وردت بمناسبة السؤال اللي هو سأله ده، أن صورة الواقعة مع الاستغفار واللي حضرتك قلته برضو فاتحة على الرزق. والله حديثها ضعيف. ضعيف صح؟ حديثها ضعيف. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حرج أن أقرأ القرآن وأن يكون القرآن بركة في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، وهكذا كان يأمرنا رسول الله. أم أحمد سلام عليكم، اتفضلي. عليكم السلام. النبي لو سمحت عايزه استفسر بس عن سؤال. اتفضلي يا فندم، معاك اتفضلي. والله انا عايزه اشوف لما الاب يوصي ابنه السؤال تاني لو سمحتي، معلش الصوت مش واضح. الاب لما يوصي ابنه ويقول لها انا وجيب لك دوت، نعم، ده في حرمانيه للابنه او للاب؟ نعم. طب اخفضي صوت التليفاز كده وكلمينا كده من التليفون عشان نسمع الصوت يوضح اكتر، يعني وطي صوت التلفزيون. اسمع من التليفون يا ام احمد، اسمع من التليفون. اتفضل. انا بسال سؤال. اتفضل. الاب اللي بيدي البنت فلوس، نعم، ده في حرمانيه على الابنه او الايه او الاب؟
طب يدي البنت وهي بنته متزوجه مثلا؟ اه يعول لها شخص اخر مثلا صح؟ ايوه اوديها مبلغ من المال واقول لها ده الفرق فيه. طب زوجها ده يعني شغال يعولوا يدخلوا يعني دخل او كده؟ ايوه. طيب والابناء الاخرين يعني مستورين الحال والدخل ليهم كويس ولا في نقص؟ ده سؤال متفرع. شرفت يا ام احمد، اسمعينا احنا هنحاول نجاوب عليك. والله لا حرج في ذلك. ان كانت حاله هذه البنت يعني حاله فقيره، نعم، وزوجها في ضيق من العيش، نعم، فلا عيب ولا حرج ان اعطي ابنتي او اختي او اهل رحمي، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. بس يا فضيله الشيخ، ولو نفرض ان البنت ميسوره الحال، لكن الامهات دايما بتشوف ايه؟ ان بنتي دايما هتاديها، وحتى لو ميسوره يعني ممكن تكون ميسوره لكن مش بدرجه في بيت والدها، فهي ممكن تكون عايزه ترفع بالاكتر، وده ممكن يقلل على الابناء الاخرين. ده في والله من باب الامانه يعني الا احرم ابنتي، نعم، او اختي من نعم من الخير الذي في بيتي، نعم، ولكن لا اجور على ولدي على باقي الاولاد ولا نعم على باقي البنات، نعم، يعني انا اسف لا اخذ من جري الاب ومن جري الاولاد، نعم، واخذ لمن تزوجت، لا لانها مسؤولة، ولكن الامور لابد ان اكون فيها اتزان، امور نعم فيها وسطيه، نعم، لا احرم ولا اعطي ببزخ، لا اسراف ولا تقتير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام احمد شرفت يا فندم، معاك الشيخ، اتفضلي. عايزين نكلم فضيله الشيخ. اتفضلي يا فندم، معاك. اسال بس الدعاء لاولادنا بس. ماشي حاضر. اي استفسار تاني يا ام احمد؟ لاولادي يحسوا عن اصحاب السوء ويبعدوا عن المخدرات وعن اصحاب السوء، يحسوا عن اصحاب السوء. حاضر يا ام احمد. اي سؤال تاني؟ نورت يا ام احمد، شرفتينا. والله ام احمد تسال سؤالا طيبا. جميل. يعني وتتمنى الدعاء لاولادها وان يبتعد هؤلاء الاولاد عن رفقاء السوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب الا مؤمنا، نعم، ولا ياكل طعامك الا تقي، نعم، قل لمن تصاحب اقول لك من انت، نعم، الصاحب ساحب، نعم، دائما وابدا انظر لاولادي، يعني انت بتصاحب مين؟ صاحب سوسته ولا غيبوبه ولا شلم؟ بتصاحب مين؟ فدائما وابدا يعني صاحب من إذا رأيته ذكرك بالله. نعم ونعم بالله. من إذا رأيته ذكرك بكتاب الله. سن المراهقة صعب. من إذا رأيته ذكرك بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بالله. من إذا رأيته قال لك هذا حلال وهذا حرام. نعم. يتق الله، وهكذا علمنا من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عنده الحسن أو الحسين. نعم. وجاءه تمر صدقة. فمد سيدنا الحسن أو الحسين على اختلاف الروايات يده ليأكل من تمر الصدقة، فقال له النبي كخ. وهي كلمة فارسية. أيوة. أي لا تفعل هذا بس. ليس من حقنا. نعم. هكذا نعلم أولادنا. نعم. على أكل الحلال، على طاعة الله عز وجل. نعم. على طاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. على صحبة الأخيار الاقتضاء. فإن صحبة نعم الأخيار تنفع في الدنيا وتنفع في الآخرة. الاقتضاء برضو منع لفضلتك يعني مش هقطعك. الاقتضاء أحيانا يقتبس به الأبناء، يعني أنا شايف بابا مصاحب كذا وقاعد مع كذا أو خاله أو عمه، ما هو بيتبع الفعل، فإحنا نصلح من سلوكياتنا الأول وبعدين نبدأ ننهي ونؤمر، وإلا مش هيكون الله خيرا. دكتورة ليلى والله ربنا يجزيك خير فعلا. يعني الإمام الحسن البصري يقول عليكم بصحبة الأخيار فإنهم ينفعون في الدنيا وينفعون في الآخرة. نعم. معنا أشرف. مرحبا اشرف. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. معاك الشيخ. والله حضرتك البرنامج بتاعكم بسم الله ما شاء الله، موضوع الحلقه 10 على 10، وربنا يبارك في الشيخ محمد بنب من موضوع لم طيب. الله يبارك. الله يخليك يا فندم، نورت. اي سؤال؟ لي سؤال بس واحد. اتفضل. اذا كان الاسلام اباح الحرب كضروره من الضرورات، نعم، فانه يجعلها مقدره بقدر روح. نعم. حتى كانت الرحمه في الاسلام لا تقتل النساء ولا الاطفال ولا الرهبان ولا السيف. نعم نعم. ولا تقطع الاشجار. وجدت في الحرب امراه مقاتله في الحرب في السفوف الاولانيه. هي من النساء. فماذا افعل معها في الحرب؟ نعم احسنت. جزاكم الله خيرا. سؤاله جميل جدا. جدا. شرفت يا محمد. انا سعيد جدا يكون المشاهد عنده وعي وعنده فقه وعنده ادراك. نورت يا اشرف، معلش عشان لخبطنا من الاسم. هو بيقول انا يعني ايه؟ أنا دلوقتي راح أحارب. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا الله نقتل شيخا أو امرأة أو نقطع شجرة. صلى الله عليه وسلم. دي في أول صفوف.
تمام. طب احاربها بقى ولا اعمل بواصي النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا ابو دجانه رضي الله عنه وارضاه نعم عندما كان في معركه فاذا به يقول رسول الله وهو في غزوه احد من ياخذ هذا بحقه؟ نعم. فقال الصحابه تلكأ الصحابه او تراجعوا فقال ابو دجانه وما حقه؟ قال ان تضرب به حتى ينحني بالسيف. نعم. فإذا به يقول أنا أخذه بحقه يا رسول الله. وبينما هو يعلو هامات المشركين فإذا به يعلو بسيف رسول الله فوجد امرأة تحت السيف تولول فوضع السيف ولم يقتلها. فتعجب سيدنا أنس قال لما لم تقتلها؟ قال صمت سيف رسول الله أن يقتل امرأة. فهذه امرأة كانت قد تجنبت الحرب إلا أنها تدعو بصوتها فحسب. لم تقتل مسلما ولم تؤذي محاربا. نعم. فصان سيف النبي عنها. ولكن إذا وجدت أن هناك امرأة كبعض الجيوش الآن وقد نعم. جندت بعض النساء نعم. وهذه المرأة عندها مهارة وحنكة وتستطيع أن تقتل وتصيد جنود المسلمين متدربة أو متدربة على الحرب وهي ربما تكون مجندة وربما تكون صاحبة رتبة في الجيش. أيوة. فهذه أبدأ بها. نعم. ولا حرج فعلا. لأن هذا اعتداء وجب علينا أن نرده. معنا اتصال. ألو تفضل يا فندم. صح. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. يا سمعت أنا عايز أسأل الشيخ حاجة. تفضلي حضرتك. بقول لحضرتك سيدنا الشيخ. تفضلي. أنا عايز أعرف لو واحدة متجوزة وجوزها يعني بيهينها وبيضربها وكده. المفروض إن هي عايزة عشان خاطر عيالها. بس تمام. هو يعني معاملته وحشة. نعم. عايز اعرف بقى يعني لو انا مثلا وفرت من فلوس البيت ولا حاجه يبقى دي سرقه؟ طيب بس انا عايز اسالك في شق معين. معاملتك انت معاه ايه؟ انا كنت لسه هسال. انا معاملتي كويسه هو ساعات بيبقى كويس وساعات بيقلب وكده. يعني حسب معاملتك انت. لا انا معاملتي والله معاه كويسه. حاضر. وكل حاجه. اجيبك ان شاء الله يعني. حاضر اجيبك ان شاء الله. شرفتي. حاضر. اي سؤال؟ شرفت. سيدنا معاوية بن حيدة نعم. يسأل رسول الله عليه فيقول يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا علي؟ نعم. قال أن تطعمها إذا طعمت نعم. وتكسوها إذا اكتسيت نعم. ولا تضرب الوجه نعم. ولا تقبح نعم. ولا تهجر إلا في البيت نعم. الله يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن نعم. واهجروهن في المضاجع نعم. واضربوهن نعم. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم عند موته يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله. أخاطبك أنت أيها الزوج ليس العلاج في الضرب. نعم. إنما الله عز وجل قال واللاتي تخافون نشوزهن امرأة تعصيني أقول لها يمين ها روح شمال شرقي تغرب. نعم. امرأة عاصية لي وعاصية لحقوقي. نعم. هذه أمرنا الله بالعلاج في قرآنه واللاتي تخافون نشوزهن أبدأ بالموعظة. نعم. من باتت وزوجها عليها ساخط نعم. باتت تلعنها الملائكة. نعم. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد نعم. لأمرت المرأة أن تسجد أن لزوجها, تسجد لزوجها. نعم. بدأت بالموعظة ولكنها لم ترضى. نعم. فعظوهن واهجروهن في المضاجع. نعم. وليها ظهرك اهجرها يوم اثنين ثلاثة فإن رجعت وإلا فضرب غير مبرح غير مؤذي. مش أضرب أودي مستشفى قسم العظام ولا أعمل مشكلة أروح لدكتور مخ وأعصاب. لا طبعا هذا لا يصح وهذا لا يجوز. حبيبك النبي بالسواك حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم تدور بينه وبين السيدة عائشة مشكلة فيقول لها أترضين بأبي عبيدة ابن الجراح حكما؟ قالت يحبك وسيحكم لك. يا الله أمين الأمة تتهمه في عدله وفي شهادته. قال أترضين بعمر بن الخطاب حكما؟ قالت رجل غليظ القلب وأنا أخاف منه. قال أترضين بأبيك أبي بكر الصديق؟ قالت رضيت بأبي. فأرسل النبي في طلبه. دخل أبو بكر قال يا أبا بكر ما جئنا بك إلا حكما ولم نأتي بك مؤدبا. دي المهمة اللي أنت إيه؟ جاي بيها. فإذا به يقول لها تقصين أنت أم أقص أنا يا عائش؟ قالت قص أنت ولا تقل إلا حقا يا محمد. نعم. يا الله هل يكذب النبي وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فقام عليها أبوها فلطمها على خدها. نعم. فاختبأت بظهر النبي.
هي المشاكل الزوجية مقاطعة اللي حضرتك لا تنتهي، يعني عشان نحكم بطرف بين الزوجين لازم نسمع من الزوجين. تمام. لا ما ينفعش، مش هينفع اسمع منها وبعدين، ما هو في دواعي للمشاكل اكيد. تمام. صح. فاختبأت بظهر رسول الله فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا بكر على الرحب والسعة، يلا مع السلامة، خلصت المهمة بتاعتك. فابتعدت عن ظهر النبي فقال إلي يا عائش منذ قليل كنت تحتمين بظهري والآن تبتعدين عني. نعم. فرفقا رفقا بالقوارير. نعم. رفقا بالنساء. نعم. العملية مش ضرب ضرب ولا كسر عظام. أيوة. ولا كسر جماجم. نعم. ربما نظرة ترعب. ترعب. والرجولة مش بالضرب. لا 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 لا، يعني انت راجل بان انت يعني ايه تكون مسؤولية وظهر وسند. الله بين الرجولة فقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم, على بعض. نعم. وبما أنفقوا من أموالهم. نعم. الرجل بالعقل. نعم. الرجل بالنفقة. نعم. الرجل بالرحمة لأولاده. نعم نعم ونعم بالله. نرجع لكلامنا مرة تاني. معنا اتصال. طيب شحات تفضل. لكن معلش الخط قطع، اتصل بينا تاني. معلش نرجع لكلامنا تاني، هي الرحمة. وقفنا لحد الله الرحيم وذكرنا بعض الأمثلة من قصص الأنبياء. ممكن نقول قصة تاني عشان نرجع نذكر المشاهدين بموضوع الحلقة. نذهب إلى أرض الواقع. نعم. كان هناك سائق تاكسي. نعم. يقول كان معه 3 من الشباب. نعم. وبينما هم في الطريق أذن العصر فذهب إلى بنزينة فوجد مسجدا بجوار البنزينة فقال للشباب قلت يلا بينا نصلي. فقال له كبيرهم زعمهم. نعم. نحن لا نصلي. نعم. قال هل أنتم مسلمون؟ قالوا نعم. قال كيف ذلك؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. وظل ينصحهم حتى قال زعيمهم هيا بنا نصلي. توضأوا وذهبوا للصلاة وصلوا قصرا لأن المسافة كانت مسافة قصر، فصلوا ركعتين. وبينما في السجدة الأخيرة قام السائق وكان يصلي بهم وقام شابان ولم يقم زعيمهم. نعم. حركوه بعد الصلاة فوجدوه أنه فارق الحياة. بكوا بكاء شديدا وكان أصغرهم أصغر الثلاثة أشدهم بكاء. نعم. فإذا به يقول له السائق احمد الله لقد مات ساجدا سيبعث ساجدا لأنه جرت العادة كما يقول ابن كثير من أحب شيء عاش عليه. نعم. ومن عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. فقال والله لا أبكي على هذا إنما أبكي على رحمة الله به، هذا أخي ابن أمي وأبي والله ما سجدنا لله سجدة منذ 20 عاما. نعم. انظروا إلى رحمة الله. نعم. مات ساجدا فسيبعث ساجدا أمام الله. وكان هناك ثابت بن عامر بن عبد الله بن الزبير. نعم. كان هذا الرجل من الصالحين، كان دائما وأبدا يقول وهو ساجد اللهم أمتني ميتة حسنة. قالوا وما الميتة الحسنة؟ قال أن أموت وأنا ساجد. بلغ من العمر 59 عاما، اشتد عليه المرض وكان يسكن بجوار مسجد رسول الله، سمع الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، نادى على أولادي احملوني حتى أصلي في مسجد رسول الله. قالوا عذرك الله يا أبانا، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قال لا أبا لكم، كيف أسمع حي على الصلاة ولا ألبي في مسجد رسول الله؟ فحملوه وأوقفوه في الصف. فلما كان السجدة الأخيرة قام الإمام وقام المأمومون إلا رجل لم يقم، ثابت ابن عامر ابن عبد الله ابن الزبير، مات وهو ساجد. والله. هذه رحمة الله. نعم. معنا الاتصال. ألو. ألو. أم معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي تفضلي أم معاذ، معك الشيخ. ازيك يا شيخ؟ الله يسترك. عامل ايه؟ الله يسترك يا أم معاذ. ممكن بس تبعدي عن الدوشة معلش يا أم معاذ؟ عندي سؤال وعايزة يعني أقوله. تفضلي تفضلي تفضلي. أنا عايزة أقول على زوجي إن هو يعني كل ما
يدخل في مشروع او يدخل في اي حاجه ويطلب رزق يخسر فيه لغايه ما خسر كل حاجه، ولو ان هو طيب وما يصلي ويصوم ويعبد ربنا. بس ما فيش حاجه يعني يدخل فيها اذا ما تخسر وتاخد منه فلوس. اول سؤال يا ام معاذ، انتوا بتطلعوا صدقه؟ بتطلعوا صدقه على المال اللي عندكم؟ نعم يا شيخ نعم. اسمعيني من التليفون يا ام معاذ لو سمحتي، اسمعيني من التليفون. نعم يا شيخ، بنطلع صدقه ونطلع الزكاه على كل حاجه اللي يعملها. طب هات السؤال الثاني اتفضلي. السؤال الثاني اتفضلي. اتفضلي معايا. ماشي. السؤال الثاني على عن ابني معاذ. اتفضلي. ابني معاذ مش ما يصلي خالص يا شيخ، وحاولنا معاه بكل الطرق، واحنا كلنا بنصلي وبنصوم ونعبد ربنا، واما حاول معاه اقول له لا حديث واقول له ايات قرانيه وكل حاجه يقول له حاضر، وما رضيش يصلي خالص. هو عمري 19 سنه. تمام يا ام معاذ. وانا خايفه من ربنا. اي استفسار ثاني يا ام معاذ؟ اخواتي الصغيرين بيصلوا وهو مش بيصلي. حاضر، اجيبك ان شاء الله. شرفتي يا ام معاذ. الاول ضيق الرزق يعني بيطلعوا صدقات وبيعملوا كل حاجه، ومع ذلك برضو يعني سبحان الله البركه من الله عز وجل، ولكن انظر في راس المال. المال ان كان حلالا واخرجت منه الصدقه كان فيه البركه. نعم. الله عز وجل يامرنا بالانفاق، عبدي انفق عليك وان بخلت منعت عنك. دائما وابدا الله يقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. نعم. وهو خير الرازقين. فدائما اجعل في مالك صدقه للفقراء، للارامل، لليتامى، للمساكين. لما؟ لانه تضمن بذلك لا حرق. نعم. ولا غرق ولا خسائر في الاموال. ودائما وابدا الله ينمي لك المال، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصدق بعدل صدقه فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير كالجبل. فهكذا يعني اسمع لهذه القصة بعدما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الملك، كان هناك رجل شيخ كبير كان في المملكة العربية السعودية، وكان عنده في المسجد أمراء يصلون خلفه وتتلمذ على يديه. فلما كبر سنه قال أريد أن أستقر بمصر لأدفن فيها، وكان من مدينة المنصورة. فإذا بهذا الشيخ عندما عاد بمبلغ كبير جدا من المال أخذ يبني عمارة، وهو يجلس أمام العمال اتسخت ثيابه، وكان رجلا كبيرا في السن، واتكى على عصا واشتد عليه حر الشمس، فجلس على رصيف يتكي على عصا. فمرت عليه امرأة ظنته أنه رجلا فقيرا يحتاج، فبحثت في ملابسها فلم تجد إلا 2 جنيه، فأعطتهم لمن؟ لهذا الرجل. فابتسم وقال لا حاجة لي في المال. قالت أقسمت عليك والله ما معي غيرها هذين الجنيهين. فأخذ الجنيهين قال على شرط أن أطلب من صاحب هذه العمارة أن يوصلك بسيارته إلى البيت. قالت لك ذلك. نادى على السائق وقال له وصل هذه المرأة حيث شاءت. نعم. سبحان الله، وصل إلى بيتها وعاد السائق فقال له الشيخ الكبير الغني. نعم. هل عرفت بيتها؟ قال نعم، عشة فيها أطفال كثر. نعم. ما إن رأوها حتى تسارعوا وتسابقوا على ما في أيديها من طعام. فجاءها بليل وأعطاها المال والطعام والشراب. وبينما هو في طريق الخروج وجد أحد الأمراء يتصل عليه من المملكة العربية السعودية، الشيخ فلان استوحشناك يا رجل، معي مال من الصدقات وأريد من فضيلتك أن توزع هذا المال على الفقراء. قال والله هناك امرأة قصتها كذا وكذا وتصدقت بجنيهين. نعم. ليس معها غير الجنيهين. قال خذ المال وابني لها عمارة واجعل لكل يتيم عندها شقة وراتبا شهريا. فتخيل 2 جنيه جلبوا مالا لا حصر له ولا عد. عبدي أنفق
أنفق عليك تجد الخير إن شاء الله يا أبا معاذ، أنت ومن تشاهدنا. النية في الصدقة بتغير الدنيا خالص، الرياء. أصل إحنا ممكن واحد يقول لك إيه ده أنا بتصدق ملايين وما فيش حاجة عندي إلا لما بخرج منها، لكن الصدقة يا جماعة اللي بيكون فيها رياء، مش هقول أنا الكلام ده طبعًا فضيلة الشيخ يوضحها، الأمر لما بيكون محتوي بالنية والخفاء في الصدقات بيغير مصيرها بخلاف لما يكون فيها رياء. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم. يعني سبحان الله، انا ممكن اتصدق وياتينا الرجل واقول له يا اخي ده انت عامل زي العمود، اشتغل وشوف واجتهد في عملك. تمام، ثم بعد ذلك اعطيه 5 مليونيات. طب ما ايه لازمه الكلمه هذه؟ معنا اشرف. اشرف رجع مره تاني. الو، حاول الاتصال يا اشرف. اشرف التليفون اتقطع. تمام، حاول الاتصال. معلش يا اشرف، حاول مره كمان. الحق السؤال الثاني كان منها ان هي ابنها كلهم بيصلوا، كلهم قريبين من ربنا ما عدا الولد اللي هو عنده 19 سنه ده، وحملت معاه كل المحاولات بس برضه ما فيش فايده. والله يعني تكلم احد المشايخ القريبين منها او من المسجد او احد الصالحين من عائلتها، يكلم هذا الشاب وانا اخاطبه الان، اقول له يا معاذ يا ولدي، يعني يا من تشاهدني الان، يا من لا تصلي، اعلم ان اول ما تسال عنه في قبرك الصلاه، فان صلحت كان ما بعدها أيسر، وإن فسدت كان ما بعدها أشد. عندما يوضع الميت في قبره تجلس الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصدقة عن شماله، وفعل الخيرات عند قدميه، فيأتيه الملكان ليوقظاه فتقول لهم الصلاة لا توقظاه من جهتي، فكثيرا ما سجد لله. كذلك الزكاة، كذلك الصدقة، كذلك فعل الخيرات، والقرآن يطوف حوله، فينادى عليه نداء رقيقا يا عبد الله قم للسؤال، فيقوم وكأنه في دار الدنيا وكأن الشمس عند غروبها، فيقول لهما دعاني حتى أصلي العصر، أنا لم أصلي العصر بعد، لم يعلم أنه قد مات. فيقولان له عشت حريصا على الصلاة ومت حريصا على الصلاة، فأبشر بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. نعم. وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. نعم. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة العرس. وكم من صحيح مات لا من علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. أيصرك يا من لا تصلي أن تموت الآن؟ يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمل. نعم. يرجع اثنان، الأهل. نعم. والمال. نعم. ويبقى العمل، وكأن به وهو ينادى عليه، رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولم يبقى لك إلا عملك. نعم. ورحمة الحي الذي لا يموت. ونعم بالله، ونعم بالله. يا رب يكون سمعنا، يا رب يكون أي حد بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى أو متقطع في الصلاة يكون سمع الشيخ واستفاد من المقولات والكلام الجميل ده. معنا شحات. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا فندم. ازي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يسترك يا حبيبي. ربنا يبارك فيك ويديلك نعمة يا شيخ. اللهم امين يا رب. اتفضل. بص يا شيخ، انا حلفت يمين على ام العيال، قلت لها تكوني حارم عليا زي امي اللي ما عملتش كذا. تمام. هي عملت غصب عن قلبي. لا معلش. وانا في الشغل. سمعت؟ ايه؟ عيد السؤال تاني، عيد السؤال تاني. عيد السؤال تاني، وقف في حته فيها شبكه. ما سمعته كويس. سمعته كويس؟ طب يا شيخ اتفضل يا حبيبي. معاك، اتفضل. انا حلفت يمين على المدام، قلت لها تكوني حارم عليا زي والدتي. اذا فعلت كذا. اذا فعلت كذا. الضغط واحد. وهي عملت؟ اترفت ورا في الشغل، اترفت التليفون. عملت الامر اللي انت كنت منحها منه؟ تمام. تمام يا حبيبي، حاضر. اي سؤال تاني؟ شكرا يا شيخ، شكرا يا شيخ. اجيبك شرفت. ان شاء الله. شرفت يا فندم. هو حلف يمين انها تكون محرمه اذا فعلت كذا، وكمان بيقول لك انه مش في ما كانش في البيت ده، كان في التليفون. تمام. وفعلت الامر. يعني سبحان الله، هذا ظهار. نعم ظهار. لانه قال تكوني حرم عليها كامي. كامي او اختي. او ما شابه ذلك. فهذا ظهار. نعم. فعليك الان اما صيام 60 يوما. نعم. فان لم تقدر فان لم تقدر على الصيام فتطعم 60 مسكينا. وسبحان الله، من قبل ان يتمسى. قبل ان يتمسى. قبل ان تمارس حقك الشرعي مع زوجتك.
وهذا تأدبا مع الله عز وجل. ودائما وأبدا يعني من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليسكت، والأمر فيه شرح طويل، وحتى الدكتورة ليلى يعني من أهل الفقه، ولكن سبحان الله لو قلت تكوني حارمة علي ولم تذكر الأم والأخت، نعم. هنا ننظر إلى نيتك، نعم. هل تريد الطلاق؟ نعم. هل تريد الظهار؟ نعم. هل تريد التهديد؟ نعم. ولكن ضيقت أنت على نفسك، على نفسه. فضيق عليك. طيب بمناسبة الصيام يا دكتور، احنا عايزين نفهم الصيام هيكون متتابع؟ يعني يصوم الشهرين متتابعين من قبل أن يتمس؟ تمام، متتابعين. متتابع، ولو فطر يوم فيهم هيرجع يعيد الشهرين؟ بشرط ألا يكون هذا اليوم عيد، مريض. عيد أو مريض أو مرض شديد، نعم. أو سفر بلا تعمد، نعم. يعني هناك بعض الناس ممكن أن يتعمد السفر إلى القاهرة وهو يسكن في الأسكندرية لكي يفطر هذا اليوم، ولكن سفر بلا تعمد، نعم. وأن يكون سفرا في طاعة، نعم. لا لمعصية. وستين عندما يفطر ويكمل الإيه؟ الباقي. على عندما عند توقفي يعني واقف، نعم. عند اليوم الأربعين يجيب الواحد الأربعين. طيب الصيام إطعام 60 مسكينا يطعمهم إيه؟ المدة طبعا احنا عارفين من أوسط ما تطعمون أهليكم. كلهم هكذا. فقراء ومساكين ولا تمام، أحسنتي. سؤال طيب. طيب هناك اختلاف في عند الفقهاء في الإطعام، نعم. هل هو طعام فحسب؟ نعم، قال بعضهم بأنه طعام فحسب من غالب قوت البلد، نعم. من غالب قوت البلد. البلد يعني بلد تأكل الأرز يطعم من الأرز. المسكين حوالي كيلو ونص يعني بتقدير الايه بالمقدار، يعني الوجبه كيلو ونص تشمل كيلو ونص بالمقدار الحالي. مختلفه بقى مثلا يعني فيها رز ولحمه ولا هي مثلا لا 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 يعني من غالب قوت البلد يبقى ربما تكون مما يقتات ويدخر، يعني اي حاجه زي القمح، شعير، البر، لبن او اقط، التمر، نعم. عند بعض الباديه ممكن لبن او الاقط، تمام كما قال الفقهاء، يعني ما فيش كذلك شديق. طب لو هننتقل للمال، المال يبقى كل مسكين مثلا حوالي من 20 ل 30 جنيه عشان نتأدب بعد كده في إخراج المفالس، سواء كان في الألفاظ في سواء كان في الطلاق أو في الظهار أو أي أمر يخص الشريعة الإسلامية، عشان ما نتهورش ونمسك لساننا بعد كده. تمام، معانا عبد الخالق القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة فضل الله. اتفضل يا فندم، معاك الشيخ. ازيك يا فضل الشيخ؟ ربنا يسترك. بقول لسيادتك بالنسبة للحياة بتاع كل سنة، لما الواحد طبعا بيهادي الاطار وبيهادي الشخص الاشهر كان بيرش الهديه. الصوت بيقطع يا عبد الخالق. بتتكلم على الاضاحي؟ الاضاحي تتكلم عن الهدايا فيها. الهدايا بتيجي تبعتها للجوزه. حاضر. الصوت بيقطع. انت فهمت السؤال؟ حضرتك فهمت السؤال؟ اي سؤال ثاني يا استاذ عبد الخالق؟ شرفت يا عبد الخالق. اسمعنا. هو يسأل عن الأضاحي وعن الهدايا من الأضاحي، فأقول له يعني كما قال بعض الفقهاء بأنها تقسم ثلاثا، قسم لأهلك أو لنفسك، وقسم لأقاربك والجيران، نعم. وقسم للفقراء والمساكين، على ثلاث يعني. لكن دي لو الأضحى تطوع. وهذا ليس إيه؟ ليس شرطا. ممكن واحد يعني سبحان الله يبقي جزءا منها والباقي يتصدق به. يعني ممكن اخلي كيلو لي انا والباقي اتصدق به كله. بس يا دكتور ده لو الاضحيه تطوع. تمام. عشان في ناس تفرق لنا بين التطوع والاضحيه التطوع والاضحيه النذر. عشان في ناس تقول انا بطلع بيها كلها، وناس تقول لا ده انا باخد تلتها، وناس الامر على الساعة. نعم، الامر على الساعة. تمام، حتى عايزين نعمل حلقه عشان ان شاء الله باذن الله الامر فيها على الساعة. نعم. انت تتير مع الله عز وجل. نعم. وسبحان الملك، حتى كانت امنا عائشه رضي الله عنها تسمى بام الطيب. لما ام الطيب؟ لانها كانت تضع الدنانير والدراهم في الطيب قبل ان تضعها في يد الفقير، فلما سئلت في ذلك قالت لانها تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير، فانت اللحمه او الحاجه اللي بتخرجها فانها عند الله لها اجر عظيم. نعم. تمام. والاطعام هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه ايما مسلم كسى مسلما على عري كساه الله من خضر الجنه. نعم. اللهم اكسنا من خضر الجنه. امين يا رب. وايما مسلم اطعم مسلما على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة. نعم. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. نعم. فأبشر، أبشر. طيب احنا كنا عايزين برضو نسأل عن الأضحية، احنا نطلعها قد ايه بقى؟ تلاقي ناس كده في الأرياف بالذات
يعني حاجات صغننه كده طلع، يعني قد ايه القدر قد ايه؟ برضو عايزين نفهم القدر بتاعها، يعني نطلع ربع نص قطعه. يا استاذه ليلى، يعني هناك عائله مكونه من اربعه افراد. نعم. يعني سبحان الله، هو اربعه افراد ده هياكل ايه؟ مش عارفه، ما انا بسالك عشان كده. فانت تجود بما اعطاك الله عز وجل، يعني نعم. سبحان الله، سيدنا عبد الله بن عمر نعم كان مريضا واشتهى حوتا سمكه. فقال لزوجته اشتهي سمكه. نعم. فجهزت له الطعام ووضع له امامه الطعام فطرق على الباب. نعم. من؟ قال سائل لم يذق ذواقا منذ ثلاثه ايام. نعم. قال يا امراه احملي السمكه والطعام وأطعم بها السائل. مم. قالت نرضيه ونرده بدرهم أو درهمين. ولكن كل أنت ما اشتهيت. قال ألم تسمعي قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنا عارف أن أهل مصر كلك بيحبوا اللحمة. فيعني جد بما تحب حتى تجد البر عند الله. نعم، ونعم بالله العلي العظيم. نرجع تاني لكلامنا وموضوع حلقتنا، الرحمة بالعصا، ودي يعتبر آخر سؤال معنا في الحلقة. تمام. رحمة الله بالعصا. نبي الله موسى نعم اشتكى لربه عبدا، قال يا رب هذا العبد كفر بدينك واستهزأ برسولك، كان إذا رآه وهو يسلك طريقا يقول أما وجد ربك أما وجد ربك غيرك يا موسى فيرسله إلينا. فقال الله يا موسى اصبر. فعاود نبي الله موسى وكليم الله شكواه من هذا الرجل، قال يا موسى وكلت أمره إليك. نعم. فادعو عليه بما شئت. نعم. سخرت لك الجبال والأرض والسماء والبحار. فرآه يوما سالكا في طريقه فكفر بالله وجحد بدينه واستهزأ برسوله. فقال نبي الله موسى بعدما نظر إلى السماء ونظر إلى الجبال يا أرض خذيه. فشقت الأرض وبدأ الرجل ينزل إلى الأرض حتى وصل إلى قدميه، أغثني يا موسى، فلم يغث. وصل إلى حقويه، أغثني يا موسى، فلم يغث. وصل إلى منكبيه، أغثني يا موسى، فلم يغث. وما زاد نبي الله موسى إلا أن قال ابلعيه يا أرض حتى غاب صوته. فأوحى الله إليه ما أقسى قلبك يا موسى، استغاثك الرجل مرات ومرات ولم تغث، وعزتي وجلالي لو استغاث بي مرة واحدة لأغثته. ونعم بالله. فأنت ما عليك إلا أن تقول يا رب، لأن نبي الله موسى يقول يا رب ماذا تقول لعبدك الطائع إذا قال يا رب؟ قال أقول له لبيك عبدي. قال وماذا تقول لعبدك العاصي إذا قال يا رب؟ قال أقول له لبيك 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 عبدي. نعم، ما فيش حاجة تقدر تبعدك عني زي ما بقولك، المهم أن أنت تروح له. عجل بالتوبة. نعم، التوبة قبل أن تطلع الشمس من مغربها. نعم. وقبل أن تغرغر. نعم. وقبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، فعندها يغلق باب التوبة. نعم. فباب التوبة مفتوح. نعم. أمام العصاة، أمام أصحاب الكبائر، أمام المذنبين، وإياك أن يقنطك أحد من رحمة الله. نعم. لأن هناك رجل من بني إسرائيل يمر على أخ له يعصي الله. قال أقصر، قال إليك عني. فمر عليه وهو يعصي الله مرة ثانية، قال أقصر، قال إليك عني. مر عليه في الثالثة فقال أقصر، قال إليك عني. أجعلك الله علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك أبدا. الطائع يقول للعاصي. فقال الله للملائكة من الذي تأله عليه؟ وعزتي وجلالي قد غفرت لهذا العاصي وقد حبط عمل هذا الطائع. إذن الرحمة مش شاملة بس المسلمين، يعني أنا كمان بما إني مسلم بتعامل مع الرحمة مع بجميع الأديان. أنت فاهم السؤال حضرتك؟ طبعا. يعني أنا ما أقولش مثلا ده جاري كوبتي أو يهودي أو ما شابه ذلك، أتعامل معه بقذارة، اللي هو أنا أضع القاذورات أمام البيت أو أضايقه بقى في الجيرة أو ما شابه ذلك. يعني الرحمة شاملة جميع. أحسنت طرح السؤال. نعم. حبيبك النبي يدخل على يهودي، على شاب يهودي وهو في سكرات الموت، فإذا به يقول له اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فينظر هذا الشاب إلى أبيه. نعم. أبيه اليهودي. نعم. فسكت أبوه، فقال النبي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله أشفع لك بها عند الله. فنظر الشاب إلى أبيه قال أطع أبا القاسم.
فإذا به يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وخرجت روحه على ذلك، فقال النبي الحمد لله أنجاه الله بي من النار. وكان النبي يحترم حتى اليهودي وهو ميت وربي. كان النبي يجلس بين أصحابه فوجد جنازة يهودي تمر، فقام لها النبي واقفا، فقال الصحابة إنها ليهودي يا رسول الله، قال أوليست نفسا. حبيبي نبيك الرحيم حتى بغير المسلمين، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الدين المعاملة. كما أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الحلقة خلصت بسرعة جدا، كنا نتمنى أنها تبقى وقت أكتر، ما لحقناش نشبع من حضرتك ولا من المعلومات الجميلة ولا من السادة المشاهدين. نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يجمعني بكم مرة أخرى على خير. كانت معكم ليلى طه في برنامج هذا ديننا، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.